الخجل نقيصة والحياء فضيلة، وفرق كبير بين الخجل وبين الحياء. الحياء من الإيمان، أما الخجل من تربية قاسية، من تربية كلها شتائم وضرب وإهانة. هذه التربية القاسية التي يسلكها الآباء مع أبنائهم من نتائجها الوبيلة أن هذا الطفل ضعيف الشخصية، يخجل أن يتكلم، وقد يصاب بحبسة في نطقه، التأتأة من خوفه. فالأب القاسي الذي يسارع في ضرب ابنه وشتمه أمام إخوته أو أصدقائه، هذا الطفل يتحطم، فلذلك لا يستطيع أن يقول كلمة. أحياناً يجبن عن أن يطالب بحقه، يجبن عن أن يدافع عن نفسه. فالأب الذي لا يعرف أصول التربية، والأبوة كما تعلمون مسؤولية، قد يسبب لابنه متاعب كبيرة جداً حينما يكبر. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. أثر التربية القاسية في الطفل قد تستمر نتائجها إلى سن متأخرة جداً. فضعف شخصية الطفل، خوفه من العقاب، أحياناً يكذب والكذب من نتائج القسوة، أحياناً يركن إلى أصدقائه، وأصدقاؤه أكبر خطر عليه، لأن تأثير الصديق على صديقه يزيد عن تأثير الأب والأم والإخوة الكبار والأخوات الكبار والمعلم والشيخ. تأثير صديق على صديقه يزيد عن تأثير كل هؤلاء مجتمعين. فيا أيها الإخوة، ساعة غضب، ضرب مبرح، إهانة، شتيمة، دائماً يشتم الأب ابنه: أنت غبي. وقد يكون ذكي جداً، بس كلمة غبي حطمت معنوياتي. التقيت بعالم كبير في بلد إسلامي يحمل أعلى شهادة، وله إنتاج كتابي ودعوي كبير جداً، أقسم لي بالله أن سر تفوقه، وهو في قرية من قرى حمص، سر تفوقه أنه له قريب غير متعلم. قال له مرة وهو صغير، قال له: أنت يا بني سوف تكون عالماً كبيراً. كلمة ملأت نفسية هذا الصغير ثقة بنفسه. حدثني طبيب يعني له ابن، فمن أجل أن يحثه على أن يكون طبيباً قال له الخطاط الفلاني من كبار خطاطين سوريا، تقدمت به السن وأخاف أن يتوفاه الله دون أن يكتب لك لوحة الطبيب فلان. وهو في الصف السابع ذهب إلى الخطاط وكتب لوحة الطبيب فلان الفلاني، وضعها في غرفة ابنه. فهذا الطفل الصغير يستيقظ فإذا اسمه طبيب: الدكتور فلان، الدكتور فلان. والآن من كبار أطباء دمشق، مختص بالعمود الفقري. يعني كلمة تشجيع، كلمة ثقة، ترفع معنويات ابنك. لكن لا تنسوا أنه الفضيلة وسط بين رذيلتين، في خجل وفي وقاحة. فالجرأة وقوة الشخصية بين الخجل كنقيصة وبين الوقاحة كنقيصة. يعني سيدنا عمر يمشي في الطريق، رأى غلمان يلعبون، له هيبة كبيرة، لما رأوه تفرقوا إلا واحداً منهم،
بقي واقفاً بأدب، لفت نظره قال له: يا غلام، لما لم تهرب مع من هرب؟ قال له: أيها الأمير، لست ظالماً فأخشى ظلمك، ولست مذنباً فأخشى عقابك، والطريق يسعني ويسعك. أرأيت إلى هذه الجرأة وهذا الأدب؟ فلذلك قوة شخصية الابن بين الوقاحة والتطاول وعدم الأدب، وبين الخجل والتطامن المرضي، هذه بسبب حسن تربية الأب. والله أيها الإخوة، لو تأملتم الأخطاء التي يرتكبها الآباء بحق أولادهم وكيف سيحاسبون عليها في المستقبل. الأبوة مسؤولية، قبل أن تتزوج وقبل أن تنجب اطلب العلم، اطلب العلم، لأن الإنسان بنيان الله، وملعون من هدم بنيان الله. طفل بريء له كرامته، له مشاعره، نمي له مشاعره، نمي له كرامته، عطيه حماس، عطيه حنان، عطيه محبة، عطيه عطف. أخطأ، ممكن يخطئ، سامحه، دعه يصدق، إن ضربته لن يصدق مرة ثانية، دعه يصدق. والله أنا لست مبالغاً، لكنني أؤمن أن معظم أخطائي الطلاب من المعلمين، وأن معظم أخطائي الصغار من آبائهم وأمهاتهم. بيوت فيها قسوة، فيها ضرب، فيها شتائم، خصومات بين الأب والأم، هذه الخصومات تنعكس على الصغار. فلذلك الإنسان بنيان الله، وملعون من هدم بنيان الله. هذا ابنك، هذا رجل سيكون، علمه الأدب، علمه الحياء، علمه أن يقف عند حده، ألا يتجاوز حده. يعني أنا أول ملاحظة، أتمنى على كل أب وعلى كل أم أن يعالج الأب ابنه على انفراد بينه وبينه، ومهما كان قاسياً إذا تمت هذه المعالجة بين الأب وابنه على انفراد، كرامة الصغير محفوظة، والصغير لا يتألم من أبيه لو قسى عليه لأنه أبوه، لكن يتألم أشد الألم حينما يصغره أمام أصدقائه. كنت مرة في أمريكا، وحدثني طبيب هناك، يعني له ابن هذا الطبيب في مدرسة، دعا زنجياً إلى البيت، صديقه في المدرسة. الذي حصل كشأن أي أسرة مسلمة تحب أولادها، فالأم هيأت طعاماً لصديقه. رأى هذا الصديق الزنجي، رأى ابن يحترم أمه وأباه احترام بالغ، ورأى الأم تعتني بصديق ابنها، هيأت له طعام في عناية بالغة. هذا الطفل الزنجي لما رأى هذه الأسرة المتماسكة كان سبب إسلامه، كانت مواقف هذه الأسرة من ابنها سبب إسلامه. والله شيء جميل. عفواً، نحن في بلادنا من فضل الله في أسر تعتني بأولادها عناية بالغة، وتعتني بأصدقائهم. يعني صديق الابن إذا كان من أسرة مربى تربية عالية محترم جداً. فيا أيها الإخوة، أول بند في التربية النفسية ينبغي أن تعالج ابنك فيما بينك وبينه، من أجل أن تحفظ له كرامته، ألا تخدش أمام أصدقائه أو أمام إخوته. يعني النقطة الثانية، ما في طريقة للتأثير في الصغير كأن تكون قدوة له بس. يعني
لو أن الأب قال لابنه قل له أنا لست في البيت، هذا الكذب العملي يلغي ألف محاضرة في الصدق. الكذب العملي يلغي ألف محاضرة في الصدق. عود نفسك أن تكون صادقاً أمام ابن ينظر إليك هكذا. الأب يكذب، الأب يدخن، الأب يرفع صوته في البيت، حتى رفع الصوت في البيت بحيث يسمع من في الطريق هذا الصوت، هذا مما يجرح العدالة. طبعاً أشياء كثيرة تجرح العدالة، منها من مشى في الطريق حافياً، منها تطفيف بتمرة، منها أكل لقمة من حرام، منها من تنزه في الطرقات، منها من كان حديثه عن النساء، منها من أكل في الطريق، منها من قاد برذوناً، منها من أطلق لفرسه العنان، ومنها من علا صوته في البيت. البيت المؤمن بيت هادئ، صوت عالي ما في، في ود، في محبة، في تسامح، في معالجة الأمور بالكلام، لا بخبط الأبواب، ولا بتكسير الأواني، ولا بالسباب، ولا بالشتائم. البيت الهادئ الأولاد ينشأون على هدوء. يعني الملخص، إن كنت مع الله هداك الله إلى الطريق المستقيم. التربية النفسية تربية على الفضائل، ينبغي أن تربي ابنك على الصدق، وأن تعلمه أنه إذا كان صادقاً لن تعاقبه. ينبغي أن تربيه أن يكون صديقك، يبوح لك بكل شيء، وأنت إذا أخطأ يا بني هذا خطأ، هذا الخطأ يسبب لك سمعة سيئة، هذا الخطأ قد ينعكس على مستقبلك انعكاساً سلبياً. فملخص التربية النفسية، قبل أن ندخل في التفاصيل، ملخص التربية النفسية أن تنشئ ابنك على الفضائل، على الصدق والأمانة والعفة والاستقامة واحترام الآخر وإنجاز الوعد والوفاء بالعهد. هكذا الإسلام، كنا قوماً أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار، حتى بعث الله فينا رجلاً نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه، فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. الإسلام بنيان أخلاقي، الإسلام منظومة قيم أخلاقية، فبطولة الأب أن يربي أولاده على هذه القيم، أن ينتبه لحديثهم هل هو صادق أم كاذب، أن ينتبه لأمانتهم، أن ينتبه لوعودهم. طبعاً مرة ثانية، التربية النفسية تعني أن تربي ابنك على الفضائل الأخلاقية، لأن الإيمان هو الخلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الإيمان، ولأن النبي عليه أتم الصلاة والسلام قال إنما بعثت معلماً، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فلذلك محور التربية النفسية التي بدأناها في هذا الدرس أن تربي ابنك على مكارم الأخلاق. من هذه النقاط النفسية الضعيفة في حياة الابن الخجل، فهذا اللقاء مخصص
بموضوع الخجل. وكما تعلمون الخجل ظاهرة مرضية ويقابله الحياء، والحياء من الإيمان. الحياء أن تستحي أن تقترف معصية، أن تستحي أن تتطاول على من هو فوقك، الحياء أن تستحي أن تأخذ ما ليس لك، الحياء أن تستحي من الله. استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: كلنا نستحي من الله يا رسول الله. قال: استحيوا من الله حق الحياء. فلما سئل: وما حق الحياء؟ قال: أن تحفظ الرأس وما وعى. في نظر هل تغض البصر؟ في أذن هل تمتنع عن سماع ما لا يرضي الله؟ في يد أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى. هل تأكل طعاماً ثمنه مال حرام؟ هل تقودك قدماك إلى معصية؟ هل تبطش بيدك؟ هذا حق الحياء. هو أعلى حياء أن تستحي من الله، لأن الله حي. الله حي، يستحي من عبده إذا بسط إليه يديه أن يردهما خائبتين. عبدي، كبرت سنك وضعف بصرك وانحنى ظهرك وشاب شعرك، فاستحي مني فأنا أستحي منك. فالحياء فضيلة، يجب أن تربي ابنك على الحياء. الحياء يتمثل في أن الطفل ينبغي ألا يخلع ثيابه أمام إخوته أو أمه وأبيه. والله في أسر ما شاء الله أبداً موضوع خلع الثياب يتم على انفراد في غرفته، وفي أسر غير منضبطة، يعني الطفل يقوم بثيابه الداخلية أمام أخواته البنات، والبنت تقوم بثياب شفافة أمام إخوتها الذكور، والأبواب مفتوحة وما في انضباط، يعني في ظواهر انحرافات خطيرة جداً بين أفراد الأسرة. سببها الأول هذا التفلت. يعني مرة وجه النبي أصحابه إلى أن يستأذن الرجل على أمه إذا دخل عليها، فصحابي جليل يعني قال: إنها أمي. قال له: أتحب أن تراها عريانة؟ يعني من البديهيات ألا تدخل على ابنتك قبل أن تستأذن، لعلها نائمة، لعلها متكشفة في أثناء النوم. يدخل أخ على أخته من دون استئذان ممنوع، يدخل الأب على ابنته من دون استئذان ممنوع. يعني حينما تحفظ العورات في البيت بيكون في حياء، أما إذا في تفلت، في إهمال، في ثياب متبذلة يرتديها الشباب والشابات في البيت أمام أمهم وأبيهم وأمام بعضهم بعضاً، هذا الوضع المتفلت قد يؤدي إلى انحراف لا تحمد عقباه. إذاً أولاً أن نربي الابن على ألا يظهر عورته أمام إخوته ولا أمام أمه وأبيه. أيها الإخوة، الآن الكلمات، في كلام يسمعه الصغير من الطريق يجب أن ينبه: هذه كلمة بذيئة. يعني البيت المنضبط يعيش الابن مع أمه وأبوه يعني سنوات طويلة، لا يستمع ولا إلى كلمة بذيئة واحدة، ولا إلى ذكر العورات، ولا إلى سباب فاحش. فكلما سعيت إلى أن يكون سمع ابنك منزهاً عن كل كلمة بذيئة فهذا من فضل الله عليك. يعني الآن خلع الثياب
أمام الكبار والصغار من دون تحفظ واستخدام كلمات ليست تليق بالإنسان. البيت المنضبط لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، والمؤمن ليس بفاحش ولا متفحش أبدا، منضبط الكلام. أيها الإخوة، يعني في حديث شريف قد يفهمه الناس خطأ. الحديث: إذا لم تستحي فاصنع ما تشاء. من أدق معاني هذا الحديث يعني إذا لم تستحي من الله فافعل ما تشاء ولا تعبأ، هذا يعطيك قوة شخصية. نحن تحدثنا قبل قليل عن أن قوة شخصية الابن ناتجة من حسن تربية أبيه، فبين أن يكون الأب قاسياً فينشأ على الخجل وهو نقيصة، وبين أن يعلو صياح الابن فالأهل يفرحون، يتكلم بكلمة بذيئة يضحكون، يتطاول على ضيف يهللون، تعلم على الوقاحة، يتطاول على ضيف، يضرب طيف وإن كان صغير، يتكلم كلمة بذيئة الكل يضحكون، معنى ذلك أنت السبب أيها الأب في أن يتعلم الوقاحة والتطاول. فلا بد من أن يكون التوجيه متوازناً بين أن يكون خجولاً وبين أن يكون وقحاً. فالحياء فضيلة بين رذيلتين، بين رذيلة الوقاحة ورذيلة الخجل. فإذا لم تستحي فاصنع ما تشاء ما دمت واثقاً أن هذا العمل وفق منهج الله ويرضي الله. لا تعبأ بكلام الناس، وأحد أسباب ضعف الشخصية الخوف من كلام الناس، وأحد أسباب قوة الشخصية الأمر واضح، الهدف واضح، الوسيلة مشروعة، امضي لما أردت ولا تعبأ بكلام الناس. ومن عرف نفسه ما ضرته مقالة الناس به. يعني على موضوع الحياء من الله، مرة استنصحني موظف في التموين، التقى بي صدفة، قال لي انصحني، أنا أردت أن أستفزه. قلت له اكتب الضبوط وأودع الناس في السجن. قال لي ما هذا الكلام؟ قلت له إذا كنت بطلاً، دقيق، إذا كنت بطلاً هيئ لأي شيء تفعله جواباً لربك لا لمن هو فوقك. هذا الحياء، أنا سوف أحاسب عن هذا العمل، هل موقفي أمام ربي سليم؟ هل معي جواب؟ يا رب أنا فعلت هذا ابتغاء مرضاتك. يعني أحد أسباب قوة الشخصية الإنسان ينطلق من مبادئ، من قيم يؤمن بها، لكن أحياناً المجتمع يرفض بعض القيم، يرفض قيم النصيحة. أضرب مثل على هذا، تأتي ابنة أخيك إلى البيت لزيارة عمها وهي ترتدي ثياباً فاضحة، ثيابها تصف كل خطوط جسمها، والعم يرحب بها أشد الترحيب ويثني على دراستها وذكائها وجمالها، أين النصيحة؟ لأنه لو نصحها تنزعج، وإذا نصحها قد لا تعود ثانية لزيارته. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فأحياناً توجه نصيحة لابنة أخيك وهي متألقة متشوفة لشخصيتها، ترتدي ثياب فاضحة، أهلها لا يهتمون بمظهرها، وتبقى ساكت أنت؟ لا، إذا لم تستحي من الله في توجيه هذه النصيحة فافعلها. والله مرة دخلت إلى إنسان محسوب على المسلمين،
عنده موظفة بوضع لا يرضي الله عز وجل، نصحته قال لي والله إني جاء إلي مئات الأشخاص ما أحد نصحني هذه النصيحة، له واجب ويعني الأمر تلافى. إن لم تنصح أين قيمتك؟ يعني كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، إن لم ننهى عن المنكر وإن لم نأمر بالمعروف فقدنا خيريتنا وأصبحنا أمة كأية أمة لا فضل لها على أحد. الآن الحياء والخجل، قال تعالى والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، عنده قوة شخصية. إنسان تطاول عليك، إنسان يقود مركبة قيادة رعناء، أنا أخجل أن أحاسبه، جزوي الله يصطفل. لا، يجب أن تقف موقفاً حازماً من تفلته من قواعد السير، وإلا لست مؤمناً. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. الناس أخذين فكرة المؤمن تأخذ حقه فيسكت، تتطاول عليه فيسكت، تسحقه فيسكت. مؤمن يعني درويش يعني أجنب. لا، يقول سيدنا عمر لست بالخب ولا الخب يخدعني، لست من السذاجة أن أخدع ولست من الخبث أن أخدع، لا أخدع ولا أخدع. المؤمن كيس فطن حذر. فإذا في تطاول ينبغي أن توقفه عند حده. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، يعني شاب يقود مركبته قيادة رعناء وسبب حادث لطفل، لكن الحمد لله الطفل لم يموت، لكن في رضوض وفي كسور، يصطفل، قالوا ربي يحاسبه. لا، كلما فعلنا معه هذا تطاول أكثر، لا بد من أن تأخذ بحقك منه. لكن أحياناً شوف، يكون سائق المركبة رجل وقور يمشي بسرعة معتدلة جداً، فالطفل يقفز أمامه، صار مسؤول مع أن الحق على الطفل، لكن مسؤول. فإذا عفوت عنه قربته إلى الله. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فإذا غلب على ظنك أن عفوك عنه يصلحه فاعف عنه. فمن عفا وأصلح، يعني أصلحه بعفوه، فأجره على الله، يعني ربي ابنك يأخذ حقه. أيام يتهم في المدرسة ظلمة بيسكت، إن ربيته تربية قاسية بيسكت، لا، بيرفع إصبعته، لم أفعل هذا أنا. فلما الطفل يدافع عن نفسه بأدب بجرأة، تكون قد ربيته تربية بين الخنوع والخجل وبين الوقاحة والتطاول. بعض الأمثلة، هل تصدقون أن يجلس النبي عليه الصلاة والسلام بين أصحابه وعن يساره أشياخ كبار كأبي بكر وعمر وعثمان، وعن يمينه طفل صغير، جاء شراب بحسب السنة ينبغي أن يبدأ برسول الله ثم من على يمين رسول الله؟ طفل صغير. قال له يا غلام، دقيق، يا غلام أتأذن لي أن يشرب الأشياخ؟ قال له لا والله لا آذن لك، لا آذن لأحد بحقي أن أشرب بعدك. اعتبره حق مكتسب. هذا أرأيتم إلى هذا التوجيه كيف استأذن طفل؟ الاستئذان أعطيته شخصيته، أعطيته حقه.
والنبي الكريم سمح له أن يشرب قبل الأشياخ، وما اعتبر تطاول، اعتبر شرف له أن يكون دوره في الشرب بعد رسول الله. كيف علمنا؟ يعني أنت لما تستشير ابنك أيضاً شيء كبير جداً، يا بابا نريد أن نفعل كذا، ما قولك؟ يا لطيف، بحس بقيمته، بمكانته، أنه أبي يستشيرني وقد تستمع إليه برأي حصيف وهو صغير. يروى أنه أبو حنيفة النعمان يمشي في الطريق، رأى طفل أمامه حفرة، قال له: إياك يا غلام أن تسقط. قال له: بل إياك يا إمام أن تسقط، إني إن سقطت سقطت وحدي، وإنك إن سقطت سقط معك العالم، أنا سقوطي لا شيء. أما الإنسان القدوة إذا سقط سقط معه العالم. سيدنا عمر بن عبد العزيز دخل عليه وفد المهنئين، تقدمهم صبي صغير انزعج، قال: أيها الغلام اجلس، وليقم من هو أكبر منك سناً. غلام فصيح متكلم، فقال: أصلح الله الأمير، المرء بأصغريه قلبه ولسانه، فإذا وهب الله العبد لساناً ذاكراً وقلباً حافظاً فقد استحق الكلام، ولو أن الأمر كما تقول لكان في الأمة من هو أحق منك بهذا المجلس. أعجب به. موقف آخر، عبد الملك بن مروان دخل عليه وفد المهنئين يتقدمهم صبي صغير، فانزعج أيضاً، قال لحاجبه: ما شاء أحد أن يدخل علي حتى دخل، حتى الصبية؟ فقام هذا الصبي الصغير وقال: أيها الأمير، إن دخولي عليك لم ينقص من قدرك ولكنه شرفني، إن دخولي عليك لم ينقص من قدرك ولكنه شرفني. أصابتنا سنة أذابت الشحم، وسنة أكلت اللحم، وسنة دقت العظم، يبدو في جفاف فأصبحوا على شفا الموت جوعاً، ومعكم فضول أموال، فإن كانت هذه الأموال لله فنحن عباده، تصدقوا بها علينا، وإن كانت لكم أيضاً تصدقوا بها علينا، وإن كانت لنا فعلما تحبسوها عنا. فقال هذا الخليفة: والله ما ترك هذا الغلام لنا في واحدة عذراً. مرة شاب يلقي درس في مسجد، شاب ناشئ، يبدو تحلق الناس حوله وأحبوه كثيراً، هذا أثار حفيظة كبار العلماء التقليديين، فجاء أحدهم كي يصغره، فجلس في مجلسه، فلما انتهى الدرس قام هذا العالم المشهور وقال: يا هذا، هذا الذي قلته ما سمعناه. فالشاب أديب جداً قال له: سيدي، وهل حصلت كل العلم؟ إذا قال نعم يكون أخطأ خطأ كبير. قال له: لا. قال له: كم حصلت منه؟ قال له: شطره. قال له: هذا الذي قلته من الشطر الذي لا تعرفه. يعني أيام إنسان أديب لكن يجيب إجابة رائعة، هذا من الشطر الذي لا تعرفه. يبدو أنه في شاب صغير يقوم بعمل يعني هو يقوم به الكبار عادة، فرجل أراد أن يصغره، قال له: يا غلام كم عمرك؟ قال له: عمري كعمر سيدنا أسامة بن زيد الذي قاد الجيش، وفيهم أبو بكر وعمر وعثمان. لذلك أيها الإخوة الكرام، الأدب رائع جداً. سيدنا يوسف قال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. أيهما أخطر، السجن
أم الجب؟ الجب أخطر، الجب احتمال الموت 100%، أما السجن الحياة مضمونة. لكن لو أنه قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من الجب، ذكر إخوته بخطائهم الكبير. لذلك ورد في بعض الآثار لا تحمر الوجوه، لا تخجل إنسان تجاوز موضوع الجب وشكر الله على أنه خرج من السجن. يعني في آخر الزمان والعياذ بالله، كما ورد في الحديث الصحيح، إذا كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاءكم وأمركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها، وإذا كان أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم سمحاءكم وأمركم شورى بينكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها. يعني بشكل أو بآخر، أنت حينما تربي ابنك أن يكون جريئاً، أن يكون صادقاً، أن يكون أميناً، أن يكون واضحاً، أن يطالب بحقه، ألا يقبل الذل، ألا يرضى أن يكون مهاناً، هذه التربية تنمي شخصيته وتجعله بين الخجل المذموم وبين الوقاحة التي لا تحتمل.